فلا يحب أي شيء يخرجه من ويهبط به من هذا المرتقى الوضيء، مرتقى الأنس بالله سبحانه وتعالى. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. واحد عاش في مجتمعات مسلمة ما جاله أبدا شاف كافر يسمع عن الكفار في القرآن وفي التفسير وفي الحديث، ومرة واحدة بس عاش بعد عمر طويل شاف هندوس السيكي، قال ما شاء هذا المنشى هذا اللحية الكبيرة من ذا؟ حصله صحابي، قال هذا هندوسي. قال إيش يعني هندوسي؟ بانيان. إيش يعني بانيان؟ سيك. إيش يعني سيك؟ هم باغين شوي يعني، باغين يعني ما بغى يقول له كافر، يعرفونه ما يطيق شيء اسمه كافر ولا يتصور ان شيء هنا كفار. قال يعني كافر؟ قال نعم. قال كافر وخاز كذا برع الشارع وتقيا فقط لان قال كافر. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره اليكم، ما يحب ابدا انه ما يقترب، لا هو اصلا مجرد ان تخطر بباله خاطرة المعصية ينبذها ويرفضها.